حلاوته الحياه تجيبه، جايز يكون الحلا اصعب لكن مبروك، اما الحرام يا حرام اصحابه بيخيبه. طول ما ضميري هو نصيري راحت بالي هتبقى مصيري، ولا هشتكي من قلة بخت، هقدر اعيشها بالمعروف، مش راح ابيع واقول دي ظروف، سر الهنا مش قصر ويخت، ده بكره فلوسنا كبوسنا يمكن برضو تحني رؤوسنا، لو ما كانتش بشقة وبكد واللي في جيبنا ما يستر عيبنا، جايز يجي في يوم يحاسبنا، هنروح فين من ساعة توزيع ياسمين. عارف يا ناجي، لو دخلنا السقف من اول الاغنيه لاخرها هتدي احساس بالايقاع وتخلي الاغنيه واو. لا يا عم، سقفه ايه؟ قديمه قوي السقفه دي كده، ستايل موت. ايه يا ياسمين؟ معلش يا جماعه، انا ماليش مود للشغل خالص النهارده. في ايه يا فنانه؟ مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ مخنوقه شويه. زكريا، هو في غيره منكد عليا؟ هو الواد ده ما بيتوبش. اللي زينا ما بيتوبش، كل مرة بيجي بيحاول يقتلني وشايل معاه مسدس، غيرت كانون الباب، ما بيجي يكسر عليا الباب. يقتل ايه ويكسر ايه؟ انتوا بتتكلموا على واد بلطجي ولا ايه؟ مش عارفة اعمل معاه ايه، غلبته والله. يعني ايه تعملي معاه ايه؟ توقفيه عند حد وطبع. ازاي بقى؟ ايه اللي ازاي؟ لا مادام بلطجي سيبهولي انا كفاية اعملك معاه الصح، ومادام يعني بيجي ناحيتك لا انت تخصيني، انت ما تعرفيش انا بحبك قوي يعني، ما سيبيني انا هتصرف. ربنا يخليك ليا يا ماجد. لا لا انا بتكلم بجد، انا سبيل الموضوع بس، انا كان عندي استفسار يعني، سؤال لا مؤاخذه يعني، هو الواد ده معاه مفتاح الشقه هنا يعني، كانت الحياه امان ولا بيجي ازاي ولا ظروفه ايه ده؟ هنا كان جوزي، اكبر غلطه ارتكبتها في حياتي، كنا متجوزين عرفي، كل واحد فينا خلاص راح لحاله، بس هو مش راضي ينساني. مادام كده يعني اتجوزتيه ليه مادام بلطجي؟ كان بيحميني، كنت خايفه من مجال والوسط، كان هو اللي بيحميني من كل الناس اللي بتضايق. كان ماسك لها شغلها، كان مدير اعمالها. والله ما فلحت غير بعد ما سبته، كان مخسرني كل الناس، بس ما سبتوش غير بعد ما ادمن. يا جماعه انتوا مش حاسين بيا، مش حاسين باللي انا شفته، مش حاسين يعني ايه واحده تعيش مع واحد مدمن. انا كنت عايشه في عذاب، ولغايه دلوقتي انا عايشه في عذاب والله.
خلاص ايه دي؟ ايه دي؟ ما انا قلت لك هتصرف انا. ايه دي؟ معلش مش خاطر. معلش ايه دي بس؟ ايه دي طيب؟ ايه دي وانا هتصرف؟ اه يا طول ما انا جنبك يا دين النبي. انا في حلم ولا في علم يا جدعان؟ معقول يا زينة؟ معقول عرفت اشوفك تاني؟ انا جيت يا اخويا عشان عندي كلام مهم عايز اقوله، مش عشان تقعد تحب فيا وتقول لي كلام باكش. الله الله الله. ايه يا زين؟ في ايه؟ خير يا زينة القلب؟ في عريس متقدم. عريس متقدم لي؟ امال نطلع ايه بقى يا زينة؟ انا بقول لك يا اخويا عشان تتصرف، مش عشان تقول لي نطلع ايه. يا واد انت قاعد هنا في الحته الشمال دي. زينة بقول لك ايه؟ ما تستفزنيش يا زينة، قولي مين الواد ده يا زينة؟ ردي عليا يا زينة، مين الواد ده؟ الواد شفيق. شفيق؟ مش مكسوفة يا بنت انت بتقولي شفيق؟ في واحدة هتقدم لها واحد اسمه شفيق. ماشي. بس الرق مش عليكي. أنا هوريك يا شفيق الكلب. محوش على قلبه فلوس قد كده، ومستقصدني في الطلعة وفي النازلة. مستقصدك في الطلعة وفي النازلة. ماشي، وحياة أمه لا هجيب خبره، وبتطلعه في النازلة برضه. ليه؟ وهو كان عمل لك حاجة؟ لا والله، واستنى لما يعمل لي أنا. بقول لك يا زينة، وعهد الله ما في مخلوق على وجه الأرض يقدر ياخدك مني. طب بقى ما توريني شطارتك. أوريك شطارتي؟ تحديني يا زينة؟ تحديني عشان بحبك يا زينة ورايدك؟ وبعدين ما أنت عارفة يا زينة، أنا نفسي ما حدش في الدنيا دي يبص عليكي أصلا. بس هي الظروف. انا عارفه يا اخويا ان الظروف ملطشه اليومين دول، وان الجواز ما بقاش بالسهل. بص يا زينه، ملكيش دعوه بالظروف، انا اعرف اتصرف. طلباتك انت واخوكي على راسي يا ستي من فوق، لان انا عايزك ورايتك. وهتقدر بقى على طلباتي؟ هقدر. في يا بت انت خارجه مع فرده شراب ولا ايه؟ يا بت ده انت خارجه مع طلعت، ويمين بالله لو عايزه نجمه من السما اللي اكون جايبها لك. ها للدرجة دي بتحبني يا طلعتي؟ بحبك، أنا بموت فيك يا زينة. أنا بحبك أوي يا بنت زينة، مكسوفة يا بنت اللذيذة. طب كلم طلبة يلا وتقدمي. ماشي أكلمه، بس أشحن بس. والله ضحكتني. ماشي يا سمسم، هنشد احنا بقى عشان الوقت أزف يا فنان. لافين العده. طب بس هستاذنكم، بس سيبوني ماجد عايزاه في كلمتين. لا ده خديه خالص، احنا مش عايزينه اصلا. طب انت عارف الطريق صح؟ تعرف تروح؟ انت خدت الفلاشه بتاعتك؟ اه انا هتوه ولا هتكسفنا ولا ايه؟ لا هركب تاكسي انا واتكل على الله ونتقابل الصبح في الجامعه. طيب انت معاك؟ اه يا جدع معايا. انت في ايه؟ ايوه تمام يا عم تمام. طب يلا باي باي. باي يا سنسة. باي باي حبيبي. انا ما كنتش اعرف انك جدع بالشكل ده. النهارده شفت فيك شجاعه ما شفتهاش في اي راجل قابلته قبل كده. ربنا يخليكي. ده بس من زوج. لا بجد، انا بتكلم بجد. عندك جنبين احلى من بعض، جانب منهم انك رومانسي حبوب طيب، والجانب التاني ان انت جدع وراجل وشجاع. ماجد، انت بجد هتقف جنبي وتخلصني من زكريا؟ طبعا. انا مش قلت لك الكلام ده؟ مش طلع من بقي؟ لازم انفذه طبعا. بعدين انا مش عايزك تقلقي، انا مش هسيبك في اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اسوان في الشتاء رهيبه، بس في الصيف بتبقى نار جهنم. ربنا يعين عليها مفرج. ربنا موجود. اطلع شنطه سعادتك فوق في الاستراحه؟ اه بعد اذنك لو سمحت. ويا ريت بقى توصيلي على كوبايه شاي صعيدي من بتاعتكم حبر. امرك يا فندم. شكرا مفرج. الو، والد سيادة النائب إيهاب صلاح. أهلا بيك يا فندم. سيادة النائب إيهاب صلاح بيكلمك من مكتبه حالا يا فندم.
الله يسلمك يا بابا. اه الحمد لله وصلت بالسلامة. انت لو وحشتني قوي انت وماما. لا راحت ايه؟ انا هبتدي شغلي من النهارده ان شاء الله. كلها اسبوعين وانزل. اظبط شغلي بس يا بابا. طب يا حبيبي. وانت كمان وحشتني قوي. اديني ماما سلم عليها بقى. خير يا سي طلعت. ايه الموضوع المستعجل قوي اللي انت عايزني فيه؟ خير ان شاء الله. بصراحة كده أنا طالب. عارف. طالب في كلية تجارة. خش في الموضوع على طول. يا جدع اصطبر عليا بالله. أنا طالب القرب منك. بتقولي يا حبيبي؟ يا عم مش أنت صاحبي وحبيبي. وأنا يزيدني شرف إن القرب يزيد ويبقى نسب. وهو تبقى جوز أختي. بتقول إيه؟ أبقى جوز أختي، أبقى جوز أختك. يا أخي مش أما تعرف تقولها الأول. أنت بتتكلم عن مين يا لا؟ عن زين أختي؟ اسم الله عليك. نبيه. بس انت جيت متاخر يا حبيبي. شفيق كلمني عليها خلاص. كلمك؟ يعني كلام يصبح عليه الصبح يسيح ويطير ويتبخر كمان في الهواء. لا مالكش فيه. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. وشفيق مستني ردي وجاهز بكل طلباتي. وانا كمان جاهز لكل طلباتك واوامرك يا كبير. اؤمر انت بس. وانت هتقدر على طلباتي يا سي طلعت؟ بعون الله اي طلبات ليك هتقضى وتبقى من الاخر. بلاش بس فنجرة البق دي. زينة مهرها غالي قوي. يا جدع لو جت على الفلوس امرها سهل. المهم الرضا والقبول موجود. انا سمعت كل حاجة وعايزة اقول لطلعت طلباتي. امور يا ست البنات. انا عايزة مهر ما يقلش عن 50 باكو. رقبتي. والشقة بتاعتي تكون بره الحتة المعفنة دي. ماشي. وعايزة كمان فرحي يبقى في قاعة كبيرة كده مش في الشارع. والمعازيم بقى يتقدم لهم جاتوهات وكنزات. كنزات؟ ما تعالي يا زينة شوية. اسكت انت يا طالبة. اللي ياخد زينة يقيمها صح. وانا عيني ليك يا زينة البنات. بس انت اموري بس. وليك عليا شهر العسل في شرم الشيخ. تأموري بحاجة تاني. انت يا ابني سخن ولا جاي تهيس علينا؟ اهيس؟ لا. بس انا عايز اطلب منكم طلب انتوا الاتنين. العريس اللي تقدم ده ياخد سكه وتصبروا عليها شويه كده. وانا وعد مني كل الفلوس اللي هعرف اللي هعرف اظبطها هجيبها لكم اول باول. بس الموضوع بقى خد 6 شهور، خد 6 ايام، اكتر اقل اهو كله بامره. المهم ان نلبس دبلتين ونقرا الفاتحه. ها ومحبس. انا عايز اجيب بتاع زي ده. وغالي غالي عليك ده صح. لا ما قلتلناش يا لولو. قول فين يعني المكان الجديد؟ الطلعه الجديده هتبقى فين؟ اي نظام؟ ده انت ليك عندي طلعه طلعتي تاني. انتوا صوتوا اللي حصل؟ لو سمحت انا معيش اسمع موضوع السرقه ده في بيتي تاني. هو ايه اللي حصل يلا؟ ايه اللي مالك يلا قلبك خفيف كده؟ ليه ما تجمد؟ ده انت صعيدي حتى. اللي حصل المره اللي فاتت هو اللي هيحصل المره اللي جايه. وهلم جره مش كده ولا ايه؟ طبعا. وراجل الجناين، الراجل الجناين اللي جاب لي قلبه سكتيه يا جدع. ما قلت لك انه متنيل مات. قصدي ما ماتش وعايز القرد كمان. بقولك يا لولو سيبك منه، سيبك منه. ده مش فاهم الظروف اللي احنا فيها يا ابني. عايزين كتاكيت مغشفرين. ارحمنا بقى. قولي المكنة الجديدة فين؟ شوفها صح. مين؟ مين؟ بس اثبت ده، اثبت ده. حد معاه حاجة عند السرقات؟ لا. طب ارمي حتة الحشيش في الكمانين وخد له جلاش كوز مية. استنى استنى معيش بطاقة. شوف طيب ايه ما انت قص الفساد. توقف هنا. هيا يا باشا افتح. اتفضل يا باشا. مساء الفل يا خلود. سلام عليكم يا شباب. منورين والله. ايه مالكم؟ جاي اتعرف عليكم. مش انت اصحاب طلعت برضه؟ طلعت ده ابو نسب. اتفضل يا شباب. ابو نسب حبيب قلبي يا مجود. حبيبي يا لولو اقعد بقى لفف لك. عندكم شاي يا خلود؟ مفيش زفت. في مخدرات، في حاجه ملفوفه اهي. خد امسك. صباح الجمال. ماشي عندي. بقول لك يا طلب عايز اغير الشقه دي. كل اللي انت عايزه عندي يا خلود. تدفع تلاقي من اقل مستوى لاعلى مستوى. اه يا جماعه بس هاتوا لنا شقه غير الستايل اللي انتوا عايشين فيه ده. ايه الستايل المعفن ده؟ بتتكلم عادي ده انت؟ ايه في ايه يلا؟ في ايه؟ ومش قصده حاجه يعني. وعايز اقول لك انها شقه زباله. طب تقول كده؟ ايه ايه معفن والكلام اللي بيقوله ده؟ عيل ماسخ. ده إيهاب.
ايوه يا سياده الوكيل. ايوه بابا، ازيك؟ الحمد لله كويس. بقول لك ايه يا بابا، شغل سبيكر لو سمحت عشان عايز ماما تسمعنا. حاضر يا عم، بالعنايه. ازيك يا ايهاب يا حبيبي، وحشتنا. ازيك يا ماما، وحشيني قوي. شكلك كده عايز تقول حاجه مهمه. فعلا انا عايز اقول لكم على قرار خلاص خدته. خير يا حبيبي؟ قول. في يا ابني، مال صوتك انت كده؟ قلقتني. لا مفيش حاجه، انا قررت اني ما اكملش خلاص مع سوها. ليه يا ابني؟ كفالة الشر. مفيش حاجه. مفيش ازاي يا ابني؟ ما انت لازم تفهمنا ايه السبب. السبب ان سوها لازم تكمل في مشوار التمثيل، هي عايزه كده وانا رافض ده تماما. يا ابني ما يجراش حاجه، سوها يا هبدي بنت كويسه، اقعد معاها انت كده وخد ودي معاها واقنعها. يا هبي يا ابني، انا نفسي افرح بيك، نفسي اشوفك عريس. الجواز ده اسمه نصيب يا بابا. خلاص انا خدت قرار ومش هرجع فيه ابدا. اشوف وشكم بخير. مع السلامه يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجه. ايه هي؟ بص يا عم النجم، احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، ايه بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني، نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقه، الناس اللي واكلينها ولعه. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقه؟ انا اقول لك يا سيدي. ها؟ نسرق فيلتنا. فيلتكم؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو انتم الناس اللي تستاهل السرقه على حق. بس مش ابن البنك خد فيلتكم وتلاقي عليه احراس او عوق؟ هو ممكن يكون باعها لحد. على العموم انا هعرف الكلام ده لما اروح لعرفان البوابه والطقس. عارف يا لولو، ده اقتراح هايل. قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، نط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ معلش يا بيه، انا لسه بشتغل مع السكان الجداد وكان نفسي ابقى معاكم، لكن اعمل ايه بس، امر الله. وسيادتك الراي بيه عارف يعني انك ما يرضكش تقطع عيش. عارف يا عرفان، عارف. بقول لك يا عرفان، احنا بيجي لنا هنا جوابات. ايوه بيه، في جوابات جات لكم البنوك، اجيبهم لسيادتك؟ ماشي، بعتهم لي. وخلي بالك هيجي لنا هنا جوابات كتير لغايه ما نبقى نغير على العنوان الجديد. وماله بيه، تيجي وقت ما تيجي، تيجي براحتي. ماشي عرفان. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايوه بيه. هما الناس اللي خدوا الفيلا دي يعني امتى بيبقوا مش موجودين؟ ها؟ لا يعني امتى بيبقوا مش موجودين عشان لما اجي لك ما نضايقش حد فيهم. ها؟ انت تفضل تقول لي ها؟ انت لسه سامعك تقيل يا عرفان. منور يا لؤي بيه. ها؟ بيبقوا مش موجودين كل ويك اند، يعني كل خميس وجمعه من كل اسبوع. خلاص، يبقى ده الميعاد المناسب عشان نضرب ضربتنا. ايوه بس احنا لازم نتاكد انهم فعلا مش موجودين. يبقى حد من يوم الخميس بدري يجي يراقب الفيلم. لا يا حبيبي اصحى انت براحتك، وتعالى بقى براحتك انت وعيش حياتك واطمن وقول لنا. خلاص يا فرفور انت وهو، انا هتصرف. اي حاجه فيها شقه ارموها عليا ومالكوش دعوه، انا هظبط كل حاجه. خلاص، دي شغلتنا. يا دي النيلة يا عم، الضمير الحي ارحمنا بقى. يلا يلا يلا، تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا يلا، شوفوا بقى الفيلا دي دورين، الدور الاولاني فيه ريسبشن وليفنج روم ومطبخ وحمام واوضه مكتب، مع اول يمين من الباب هتلاقوا سلم اللي يودي على الدور الثاني، والدور الثاني ده بقى فيه طرقه بتودي لاوض النوم، والمدخل الوحيد للفيلا هو الباب الرئيسي والشبابيك دور ارضي وباب المطبخ، ومن فوق في الشبابيك والبلكونات والاوض. البلكونه بتاعت الدور الارضي هي دي مدخلنا، عشان الترباز بتاعها متعلق وبايظ. قبل اي حاجه، انت متاكد انه بايظ؟ ايه يا ابني اللي مبوظه بايديا؟ طب وده ليه بقى؟ الحقيقه انا بوظته عشان ساعات كنت بنسى المفتاح جوه وانا راجع، فلازم الاقي لي سكه ادخل منها. سيس يعني؟ طلع سيس. طيب سؤال كده عطيف يعني يا شقيق، لو افترضنا ان الشقايق اللي اشتروا الفيلا طلعوا مغيرين الشيستم كله، هنعمل ايه؟ وده وارد طبعا. طبعا. عيب عليكم يا شقايق، معاكم طلعه.
معانا باقة من ألمع الطفشات. الله عليك يا كبير برنس يا ابني. عيب عليك. وتستخدمها كيف يا قفص أنت؟ زي ما بتستخدم الجلابية يا بقى. ده صلحه الكلوب. استنى انا كنت عامل حسابي اوعى. ده فين؟ شد بقى. خش تعال تعالوا انا حافظ المكان. تعال مش عايزين اي لخبطه يا جماعه. ها كل واحد عارف يعمل ايه يا ابويا. يا دول انتوا كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه امال ايه؟ يلا طب ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟ ده دعاية، انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجة، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك بعال. يا سيدي أنا ما أعرفش، أنا أصلاً ما أعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم قدر ما حصلش، يا أخي صاحب الفيلا بيحب حاطط له صورته، مالك أنت؟ أنت يا ابني تهوه أنت يا عم، في إيه؟ متدينين قوي كده اللي جايبه تسرعوا. خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلعت هطلع انا وانت فوق. يلا بقول لك ايه؟ انا هطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه. تعالى ماشي يا عم. واخدين اوضتي ونايمين على مرتبتي. ماشي وادي المرتبة اهي عشان تبقوا تناموا براحتكم. لو سمحت. ايوه فيلا الترابيلي فين بعد اذنك؟ فيلا الترابيلي. حضرتك بص هتخش يمين في اول شمال هتلاقي ميدان تكمل على طول هتلاقيها في وشك على طول حضرتك. بس هم وصفوا لي انها هنا. لا 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 وصفوا لك غلط زي ما بقول لحضرتك بالظبط. ماشي شكرا. العفو. اتفضل حضرتك اتفضل. Thank you.
ادخل برجلك الشمال. الباب وراك يا طلعة. كده يبقى الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطة الأولانية دي. يلا يلا يا اخوانين يا عمر، مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقية الحاجة تحت، ما تقلقش أنت. ماشي يا شيخ. افتح يا عم طلعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. حليب قلبي اموت في الكوبون ياما. يا جدع عارف فلوسي كلها ايه ده؟ ده احنا باين علينا لعبت معانا يا عيال. بس دي تخوف، كنت راح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هم يعرفوا يلاقونا ده لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هدي الشنطة دي أأمن مكان ليها هنا لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. ورب العباد كده ما ينفع يا عم طلعت، كله اللي بتاع الناس. اقعد بس يا برنس، روق بس بالجاكيت الليمون اللي انت لابسه اللي مزغللني ده. عايز كام يخلص؟ ما خدش اقل من 350 جنيه، انا قاعد هنا بقالي 3 ساعات. يا عم خلاص هدي بقك علينا. ايه؟ ايه الصوت ده؟ امسك. امسك يا عم. اللي قول لي يا عسل. العربية اللي معدي نسوى كام؟ النوم 15. طب ما فيش حتة كده لأخوك تمشي عادي المرتاحة على 12 باكو؟ بس فر مش ترنشات. عيب عليك يا برنس، الترنشات دي بتبقى في السلطة. أنا توتو على كبوتو. أدعبس لك يا شكيك. بس اللي أنت عايزه فيه. يا عم أنت مالك؟ أنت قد المصلحة هتعملها ولا فورياجي بق؟ سداد يا أبو الشقاي، عيب عليك. عربية سليمة ولا فيها حكة؟ يا عم حكة مين؟ سلم أنت على الست الحكة. ايه الفلوس دي؟ ايه المجوهرات دي؟ احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير. ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا، كل واحد فينا ياخد نصيبه. ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا. صح، كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته، ان شاء الله حتى لو يشتري بيه البنسمار. ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي، ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم. بالعكس، ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه. يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشرب اوصاف المجوهرات. بس بكره الجمعه اجازه. بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي. كده احنا هنختلف. بصوا يا جدعان، انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي. هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه وزع يا عم. استنى، انت هتوزع ازاي؟ لازم نوزن. هنوزع بركاوي. بركاوي؟ طب اصبر بقى كده، ما حدش يمد ايده. لا وريني حته الدهب الابيض دي بس. انا عايز الكردان. يا غالي يا غالي، خد كردان امك اهو. وانت حته الدهب الابيض ده. انا بقى اخد الخاتم ده. احنا قلنا مفيش نقاوي. اشمعنى الخاتم ده؟ استنى عليها يا جدعان، ده شبكه زينه القلب. عيب عليك يا لولو. انت هتتجوز غلطتي؟ يا برنس. مبروك يا صاحبي. حبيبي يا ريس. حبيبي يا لولو. استنى، خد دي مني كمان. طول عمرك ما يفوتكش الواجب. قتلتني يا خالد، قتلت فتحي صاحبك يا خالد. نسيت يا صاحبي، احنا ما كناش بنفارق بعض واصل. ضربوه يا فتحي. ليه يا صاحبي؟ ليه؟ دلوقتي اقدر اخد عزابوه.
استني هنا اقفي اتكلمي معايا. ممكن اعرف بقى لحد امتى اللي انت فيه ده؟ لحد امتى يا دينا؟ ايه ده؟ انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ عاوزاكي ترجعي زي الاول، عايزاكي تحضري المحاضرات، خلاص الامتحانات قربت. انت مالك بيا؟ حد عينك واصي عليا؟ انا شو عامل ايه الخنقه دي؟ ايوه يا دينا، انت بقى اللي عينتيني وصيه عليكي. فاكره لما قلتي لي ان انا بخاف عليكي وبهتم بيكي زي مامتك، ولا نسيتي؟ وانا امي ماتت خلاص، ودينا كمان ماتت، ما تتعبيش نفسك. خلاص خلاص بقى، خلصنا بقى كده. هقول لك ايه، ربنا يهديكي. ماجي، هو انت حبيتي قبل كده؟ انا لا، انا ما حبيتش قبل كده، وعشان اوفر عليك مش مرتبطه. تصدق انا كمان لا، يعني عايز اقول ان انا، بص مش هكدب عليكي، انا صاحبت كتير، صاحبت كتير قوي، لكن عمري ما حبيت يا ماجي. تصور يا لؤي ان انت بتنسى ليه؟ عشان انت كنت حكي لي قبل كده على الاميره اللي كنت مرتبط بيها ايام الجامعه، الاي او سي. واو شت يا بنتي، انا قلت لك ان هي اللي كانت بتحبني، انما انا عمري ما حبيتها. انا طول عمري يا ماجي بدور على واحده جميله زيك، احبها تحبني، احس بيها تحس بيا. ايه يا لؤي الطريقه اللي انت بتتعامل معايا بيها دي؟ يا ماجي انا معجب بيكي من اول ما شفتك، ونفسي تبقي حبيبتي ومراتي. خلاص انا مصدقاك، لكن ما دام انت معجب بيا وزي ما بتقول، يبقى ليه الطريقه والستايل اللي انت بتتعامل بيه ده؟ خلاص يا ستي سوري، انا كان قصدي بس اوصل لك قد ايه انا معجب بيكي، وعلى العموم لو زعلتي خلاص انا متاسف، ما تزعليش. خلاص مش زعلانه، بس من غير ما اديت. ماشي يلا بقى قولي لي، انت كمان معجبه بيا ولا لا؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا ابن عمه، معجبه بيك. انت عارف يا خالد ان انا عضو في جمعيه حقوق الانسان، عضو متطوع، ومن ضمن الزيارات اللي احنا بنعملها عملنا مره زياره للسجون، وقابلت هناك ستات مسجونين، وعرفت منهم انه الناس ممكن الظروف هي اللي توديها السجن، مش بس نفوسهم المريضه. فاهمني يا خالد، احنا في حياتنا حاجات كتير قوي غلط لازم تتصلح، لازم ما نسكتش، لازم نتكلم. ومناسبه لازم نتكلم، في حاجة يعني كنت عايز اقولها لك ومش عارف اجيبها ازاي. ايه؟ اتكلم. سهام تتجوزيني؟ العدل فين يا محكمة؟ عالارض ولا في السماء؟ قضبان حديد احاوتنا واحنا الابرياء، احنا اللي ضعنا في زمان انتشر فيه الرياح. كبير عن الحق دعمة، وصغير على الأرض درمة. كبير عن الحق دعمة، وصغير على الأرض درمة. العدل قامت ثورته، والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته، والظلم زالت دولته. وبكرة يا ما نديت عليك يعني وبالمفيد المختصر. ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمته. إلهي لا هيلة وإلهي لا هيلة، حي على العالم. إلهي لا هيلة وإلهي لا هيلة، حي على العالم.
كل عمله، بكره وصل ما اجمله، لكن بلاش تتفتتوا.